كابتن محمد، موقف المصابين ايه؟ والله احنا موقف المصابين عندنا لو انت بتتكلم يعني وليد سليمان مثلا، محمد نجيب انضم خلاص للتدريبات الجماعيه قبل ماتش كبير اللي هو بتاع شبيبه الثوره. وليد سليمان ان شاء الله هينضم لنا. عندك حمدي فتحي كمان متوقع انه ينضم لنا الايام دي يعني، ولا بعد مباراه الزمالك؟ لا يعني طبعا خلينا نعمل بقى ايه، نعمل ابديت كده مع الدكتور خالد، لان الثلاث ايام اجازه برضو، لسه شويه. يعني هنعمل كده نشوف بقى تقييم كل الحالات الاصابه. وصلوا لايه، لان انت عارف احنا سافرنا قبل المباراه بيومين، وفي طبعا بعض المصابين اشتغلوا في فتره الراحه. دي طبعا هناخد بقى تقييم من الدكتور خالد، بس يعني معظمهم ان شاء الله قريب قوي من ثلاث ايام هيكونوا متواجدين. انما عاشور معانا، عندك صلاح محسن كان معانا في المباراه اللي فاتت، فخلاص عاشور، حسام عاشور الحمد لله ادى بشكل كويس. يمكن ايضا اشرف كان واخد كدمه في ظهره في المباراه اللي فاتت. ان شاء الله هنشوف بكره نقف على حالته ايه، يعني الموضوع قريب ان شاء الله كله.